موظفو محطة الشعيبة نظموا اعتصاما وذلك لتوجيه رسائل الاحتجاج على ما أسموها التعسف الإداري بحقهم، وطالبوا بإعفائهم من إجراءات إدارية لا تتناسب مع طبيعة عملهم وإقرار بدلات مادية لهم ومحاسبة مسؤولين يمارسون الإجراءات الإدارية بشكل متعسف على حد تعبيرهم. طبعا احنا جينا هنا الاعتصام هذا مكرها في المدير او بشخصه، احنا ناس جينا نعمل وطول عمرنا نعمل. انا خدمتي فوق العشرين سنه، عملت في المحطه بجد واجتهاد، عشرين سنه ما مر علي مدير بهالطريقه هذه، كسر مجاديف الشباب، شباب جايين يشتغلون، فيهم حماس، فيهم مهندسين جدد، ظروف حطته في مكان عدد تقدس. وقع عليهم الظلم من خلال التقييم، كان تقييمهم امتياز من قبل المسؤول المباشر، بعد تم تنزيلهم من امتياز الى جيد او جيد جدا بسبب ظلم بعض المسؤولين. موضوعنا تعسف المدير، عدم تعاونه معنا، الغياب، ناس طالعين اجازه معطيهم غياب، ناس بالاوف معطيهم غياب بعد. يا معالي الوزير، ابنائك يتعرضون الى تعسف اداري من قبل مدير محطات الشعيبه.